شباب صباح الخير، شلونكم؟ عيني شو اخباركم؟ ان شاء الله جميع بخير. طبعا هسه صعدت فتحت الاجنبي ذني سبعة طارا. طبعا بطير لؤي، انا مو خايف شغله ما بطير لؤي. طير لؤي خطة حمر، تور يعني مالته خبطني حمر. فراح هسه شو اسوي؟ لما تخلونا لايك نصعد نفتح الحلة الحمر. يلا خلونا لايك وخلينا نصعد شباب. اي شباب خالين لايك ما خالين لايك طلعونا بالنظيف. طبعا صعدا الاجنبيات صعدا علن. هسه خلي نفتح الفحلة. والله انا عبالة اطير التور صراحة، اتخابط ويا الواي. مع من جبت لكم شباب؟ صرنا هواي مشتاقين له والله. تذكروه؟ دب اخر فترة الفحلة قامت تفارع علي قد ما صار عرف. هسه شنو الشباب؟ والله ما ادري نطير الحمر. طير الحمر يلا. طبعا هسه راح تشوفون شيء يعني ان شاء الله كلش حلو. الطيور قامت تطير وبيها زيمة حلوة، يعني جناحها هم كلش حلو. الاكل كان فحل بعد مثلا جنحة مو تمام، بس الاغلبية لا، حتى صارت بيها هزيمة. الطيور تصير قطعين شباب، شوفوا ذاك القطع اللي ورا ذاك قبل يختفي، واكو قطع لا يعني شوية يتأخر. يا شوف هسه رجعنا هنا طبقا نسوى كالعادة، اكو كم واحد مخربط يبقى هنا. هذا لا تتذكره من العام يخربط. شوفوا راحت هاي هسه شباب، يعني من بعد تخف شوية بعد تبقى فوق البيت. ترى هسه بيها الطيور مال الشعب المخاليف كمن عليها مال كربلة، فهواي طيور هسه بيها مكملين عليها، يعني عمرها حلو. صرنا بيها ذني كم فحل شوية لي جوا اللي خربان زيني زوج حمر موالاتنا. اي شباب هاي الفحلة. طبعا يعني الجو فارغ ما بي طيور اليوم. مالين مطيرت يعني ورا السبعان، بتخلي شوية حمام يجي حتى بلكي نخبط لنا كومه شيء ما فايس اذني بس يكمل فصلهن. شباب يحطن. نفتح الحبريات. طبعا الاجنبيات ما صعدها اختفر، ما ادري وين راح. بعد هذا شنو هذا؟ مثلا ما ادري شنو هذا؟ تار ابيض، هذا احمر غريب ذاك اللي فوق. نفتر وياهن. ها
هنا الطيور هذا ابو الشبكه طيوره مهزومه فهسه دي يرجع عن تكتك ظهر طيوره مهزومه. اي شباب طبعا خلص الفصل مال الحمر طبعا بيه المجال بعد بس انا ما ادلع عليهن. ها هي بعد الطيور ما بي لياقه 100% روح من الجو ما بي شيء. خليتوا لايك نسيتوا شباب بحطها هم متحسنة شباب يعني مو مثل قبل. قبل كانت تحط تكوك هسه لا حتى صايرة أرتب. بعد الموسم تقريبا ما بادي بس إن شاء الله شفاي حمر جت هسه عبرتنا راحت من يسرى. طبعا التصوير من عليه الدقة تصير شوية يعني بيض السماء يمكن نرجع على الدقة القديمة. يلا ورج ورج يوم الهواء شاجي نفتح الحبريات نتونس عليها يعني شنو الحين الزوجات سوى دقيقة والله شباب. شباب طبعا ويانا طيور تتذكرون الارفل اللي حط قبل كم يوم يمنا هسه ربط الاحداث ما ادري صورت لكم المقطع مال الارفل اللي حط يمنا ولا والله ما ادري. بيوم احط يمني ارفلي وصلت مكعكلة الظاهر مال هنا انا مال الجماعة لان الارفلي من شلع من يمي راح لهم هيات هذا شوفوا شلع فوق الطيور اذا المكعكلة ايضا مالتهم شو مرة حاط والله الارفلي حاط وطار ورجع حاط مرتله يعني طير تعبون. هنشوف هسه والله بس ما اسالفكم هسه نصت الطيور بالي مو يما ذا قلب بالتليفون اسمع الصفير قل الشكوى هاي الصفير هيك تار وياي غربه ويانا والله شباب ويانا واحد هيك محرق ما كنت منتبه عليهن والله صراحة يعني مثل الخضراوي ويعني هذا الارفلي السواري انواع السواري في الطيور هي بدأت تلزم داير حلو
شوفوا واحد اثنين ثلاثة ثلاثة اقل شيء انا شوفوا هاي بالصفحة ثلاثة والله يمكن أربعة شباب ويانا. هذا الفرة منه أنا مال الطيور مو حلوة، إذا تيجي تضرب دايرة هنا أنا بهالصفحة لا أرتب. شوفوا هاي الدل علي فوق طلعت الدق. وهم شباب صراحة طيورهم بيها فصل قوي. لأن يعني يطيرون نايمين بالسطيع ودق فصل قوي، يعني يجلدوها للحمام. وهذا صحيح احنا ما عندنا هذا المجال صراحه ما نقدر نجلد بالطيور. شوفوا هاي الدلع طلعت ورجعت طبت الحمام. شوفوا هاي الدلع فوقها. طبعا البارحه اما اخوي محط ثلاثه منهم وما لازم هن حاطاتين انا فوق على الشبكه. فشوي اريد اخرهم بالداير. اريد الزم داير بيها ما عندنا شي. شو بدني بدني ملصق. تسمعون الصوافير ما تسمعوها؟ تسمعوها والله ما ادري. طلعن اثنين ثلاثة طلعن والله. عين هسه احنا هذا واحد دافن مثل المطيالة. خلينا نحطط بيهن. شوف هاي ثلاثة ثاني فوار الطيور شوفوها. هاي ثلاثة واحد اثنين ذاك واحد ثلاثة. وهو هل هي هم بيها بعد؟ جوز فد واحد اثنين والله ما ادري. خلي هس هذا واحد جاي طيور دا اشوفه 100%. خلينا نحط طبيها. شوفوا طلع لهم ثلاثة لكن اثنين راحن وهذا واحد فوق الطيور. هذا يمكن فحل مالتنا هذا والله ما ادري بس ويانا هسه واحد دا اشوفه. خلينا نخلط بيها ونشوف. خلينا نجني دعم لطيور نيات حطن على البرج حتى نقول يا بحطن. والله لا تشوفوا الطير له يعني شباب هذا بالخمسمية دينار. اما خمسمية هواية 350. من هذا السوري المو احمر يعني هو هم سوري زاج الاحمر على اسود. بدي احطها يعني. اسمع الصفير سوينا الصفير شو هاي الدلعة مو انا واحدة ثانية يمكن. الله يساعد قلبه هذا هسه الا بلاعي ما راحت. شوية صعدت الطيور. شوف ما لو لا ما تروح او حاطات حاطة واحدة تختلف الامور. طلعنا والله شباب. بقى ذني مالاتنا خمسة قبل شوال نروح نصعدن. ذني ملصن طبعا راح نراعي. والله خطير ولا هم بلاعيمة. ليش نحبس نفتح الحبريات بس خلينا ننزل عندنا الخمسه. شباب طبعا قبلت الحمر ماكو شيء الحين هسه خلينا نطير الحبريات فصل.
مشكلتي الحبريات طيور جواها انتاج وهالامور. هذا يبقى بالحلال ما اريد احد يبقى بالحلال. خلاص طيور جواها فصل يعني جواها خلاص شوي ما بي احد خلاص طيور لا نشاطة نشيطة ونشاطة كمان تطلع أصلا أدرك دورات هذا شوفوا يختدي هنا طيب. شوفوا شباب وصلنا لمرحلة بالحبريات مرحلة حلوة يعني تفتح البيبان الطوب تخرعها للطيور تطيرها ما يبقى لك واحد على الستار كلها طارت تنوالها هسه ما عندي هاني هاي المرحلة اللي يريد توصلها بالطيور. شوفوا شباب هسه تنوالها ما عندي بعد هاي أحسن فقرة أكو بعد شي مطاين منها اشونه طبعا هاي ما شاء الله الفراخ هيك احجامها شوف هاي زوج شوفوا هاي زوج هاي هنا واحد هاي هنا زوج يعني اكو عدد حلو ان شاء الله حسبت ان قبل كم يوم بيهن 35 فرخه جناحها كلش حلو صاير شباب كلش حلو جناح للأمانة بس هذا يبقى عندنا حاط شوفوا بس هذا يبقى حاط لين العواشر النسل البقية كلها هاي طاهرة صعدت شوفوا شلونها ما شاء الله هاي لا داخل فيلها لا داخل أصفرها بس هاي شغل هاي مدري كرتونة تنزم شباب هم تنزم قامت شوي شوي قصقص شوفوا جناحها كلش حلو تروح يمين يسرى همين وانا مجموعة الجلائق شباب اللي ما خلوا لايك على مود الحمر خلي يخلون لايك على مود التور على اعتبار كل واحد يحب شيء اي شباب رجعنا لكم طبعا هاي اللي في حله في حله شنو العبريات خلصت فصل تقريبا كمان ينسحق يعني بالدايري الله يحطه بس هاي البيتون هم تخربوا شوية بس واحد يذبح روحه جوا خوش حطه شباب شو المنظر يسر الأنفس خايفات الطيور اكو بزونه دا تجي تقتل ورا التانكيات هناك ما ادري ايش عندها راح اتابعها بس لا جايبه هناك شوف شنو درسها